نعم بالفعل شهدت بعض أو مئات المحلات التجارية والمؤسسات مشاركة في هذا الإضراب العالمي في إطار الإرسال لهذه الرسائل وإبداء ردة فعل في إطار الرسائل التي أرسلت من قبل العواصف والمدن خلال الأسابيع والأشهر الماضية تنديدا بهذا الاعتداء الإسرائيلي المستمر وحرب الإبادة على غزة. وجاء الاستجابة من قبل كثير من المؤسسات التجارية وخصوصا العربية والشركات التي تنشط في تركيا، حيث أغلقت هذه المحال، وكذلك هناك بعض المدارس الدولية المرخصة أعلنت مشاركتها في هذه وفي هذا الإضراب العالمي في إطار الرسائل. وتقول هذه المؤسسات والمحال التجارية بأنها ستستجيب لأي مبادرات على الصعيد العالمي في هذا الشأن. نعم الزميل أبو طالب العبدالله كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.